سلام يا اخويا رحمه الله. اهلا وسهلا. محسوبك مامور عبد الرسول، جاي لك بنيابه عن كبار تجار القماش والماني فاتوره. ابدع ناس. دي هديه بسيطه، عربون محبه وصداقه لزملاء اليوفط والدعايه. على فكره الجماعه مستنيينكم بكره عشان تشربوا القهوه ونتكلموا مع بعض. وماله، نتكلم يا اخو، مفيش مانع. اتفضلوا اتفضلوا. على فكره الجماعه مطلوبين لكم مؤتمر شعبي كبير قوي في المنشيه. يا اهلا وسهلا، يا مرحب، شرفتونا. اتفضلوا اتفضلوا. حبيبي احنا عندنا استعداد نقف جنبكم ونمول حملتكم الانتخابيه وحندخلكم المجلس. وطبعا انتوا اكيد بتسالوا نفسيكم ايه اللي يخلينا نقفوا معاكم ونساعدوكم. بصراحه احنا كنا بنأيد امين المالح، لكن ولاد الحرام اللي بينافسونا فقولوا تهمه حبسوه. عملنا استخاره واتكلنا على الله بالصلاه على النبي وقررنا نأيدوكم. والاقربون اولى بالمعروف، مش كده ولا ايه؟ حاكم احنا لمؤاخذه ما بنحبوش الحكومه كده لله في لله، ولا الجماعه المنافقين اللي زي مصلحي بيه ورسمي بيه والدكتور واصلي. في صحه النواب الجدد، في صحه الشعب والحريه والديمقراطيه. بس احنا بصراحه عندنا شويه مشاكل. اذا كان قصدكم على قضيه الاداب ما تشيلش اي هم. احنا عندنا بدل المحامي 10 ومتخصصين وفاهمين كل حاجة، ومن بكرة إن شاء الله هيوقفوا كل الإجراءات. المهم إن هما يوقفوا الضرب. أصل المعركة شرسة. اطمنوا رجالتنا هيبقوا معاك. بس الحكاية هتحتاج شوية فلوس، فلوس كتير كتير يعني. أيوة، يعني مش أقل من 5 6 7 8 9 قول 10,000 جنيه، يعني توصل لها 12 25 30، يعني حوالي 40,000. حبيبي ضمت ورم، ما تنعوش هم المصاريف، أنا متكفل بكل حاجة. 500 600 ألف مليون جنيه، إحنا جاهزين. الناس دي بان عليها ابني. إحنا اللي يهمنا المبادئ، وإحنا عارفين طبعًا إن أنتوا بتوع مبادئ لا مؤاخذة. إحنا الحمد لله ما حلتناش غير المبادئ. بس أنا عايز منكم وعد. أيوه اتفضل. ان شاء الله لما تخشوا المجلس كده بالسلامه وتترستقوا فيه توعدونا ان انتوا تحلوا لنا مشاكلنا مع الضرايب. لا 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 لا، الموضوع ده شيله من دماغك خالص، يعني اعتبره انتهى كده، يبقى 100 100. صوري يا عديله هانم، الضرايب مطالبه المرحوم ب 27 مليون جنيه في 3 سنين. بس كام؟ كتير كتير قوي. ما هو رخر مات بحسرته، الله يرحمه. لا حول ولا قوة إلا بالله. مساء الخير. أنا ماليش تقول على البتاع ده. إيه؟ ده إحنا بنقول عليك راجل وهتبقي نايبتنا. لا ودي نايبة تقيلة أوي. اشربوا. أنا عاوزكم تنبسطوا. خد يا حلو، نص الفرش ده هدية مني لك. زدكار. مين؟ زدكار محبة يعني. نوع نضيف قوي، اسمه جايين الدنيا ما نعرف ليه. اسمه ايه؟ جايين الدنيا ما نعرف ليه، نوع كده الولا صلاح بيصطبح بيه كل يوم. صلاح مين؟ صلاح ابني، عقبال عيالك خد الابتدائية السنة دي. ربنا يبارك فيه. الله يخليك. زدكار الولا صلاح بيشرب منه، صلاح ابنه. اخدت منه ايه؟
بقول لك زيت كار. انا عاوزه زيه. زيه ايه؟ هو تفاصة وخلاص، هو اكل. بقول لك زيت كار. زيت كار ميت كار، انت النص وانا النص. يلا بينا بقى يا جماعه، انا كلهم سوا كده عشان يبقى عيش وملح. والله انا شايف يعني ملهاش لازمه الحاجات دي الحقيقه يعني. ولا يا عديله؟ انا عاوز اطرش. ايه اطرش؟ لازم تتغذوا كويس علشان تعرفوا تنتاعوا للادي في المؤتمر. اه طب اذا كان كده بقى ما تلفونا احسن الاكل، ها، مع شويه فاكهه وعلبه بيره وناخدهم معانا الكابينه. الا يعني في الحاجات بقى. وماله، لفوا لهم كل حاجه، ثلاث كراتين بيره والاكل وصندوق ويسكي كمان. ده الشغل السياسي على اصله الاحتراف المظبوط. المؤتمر جاهز والصواني مالا ناس. اوكي يا حبيبي. طب يا جماعه جبتوا بقى، جهزوا نفسيكوا. ها على فكره احنا مأجرين لكم عربيه بالسواق بتاعها تحت امركم اني تايم. ها يلا يا جماعه ساعدوا. اتفضل. بعد اذنك يعني لا مؤاخذه، مش ممكن المؤتمر يجي هنا احسن؟ عشان اصل في شويه تعب كده احنا الاثنين عايزين نطرش. النبي اللهم لا حسد، الله يرحمك يا امه، يوم ما موتي عملنا الصوام في الحمام. هو جندل